مساء الخير. ما أسهل لوم الناس، لكن فلنجلس يوما عند خطوط فقرهم، فلنحيا على بيوت من صفيح، ولنتلمس أشواكهم اليومية. وبين هؤلاء شفيريت البلد، شرايين المدينة، هم من كانوا يقصون علينا يوميا حكاياهم مع السلطة والزوجة والأقارب، ويرون في توصيلة واحدة مخزون قهر ويفيضون كبحر. وجدوا أنفسهم اليوم في مرحلة عزل عن شوارع تعرف دعاسات عجلاتهم. وعلى أنين أوجاعهم قررت السلطة أن تسطر محضر ضبط لسائق خرق حالة التعبئة العامة، وقد ضبط متلبسا بالبحث عما يسد فيه رمق عائلته. محضر ضبط أقسى من النار قاد السائق إلى تسطير حالة حريق بجرم التعقيم المشهود وعلى مرأى قوى أمنية. سليم خدوج رب العائلة واجه بالنار سلطة أمنية بلا قلب، وقد تعودت أيديها تسطير المحاضر للذين لا سند لهم، فيما بعضهم يرفع التحية لمواكب السياسيين والزعماء وإن احتوت على أكثر من مخالفة. والسلطة التي طلبت بقاء الناس في منازلها لم تستبق الأمر بتدابير تعالج وضع أكثر من 130 ألف عائلة واقعة تحت خط الفقر، وهذا الرقم يتفرع منه أكثر من 700 ألف فقير عداً بلا نقد. فعندما خاطبنا وزير الداخلية بلغة عسكر يفهمها ولدى نهرنا بعبارات الالتزام بالمقررات الصارمة، وإلا لم تكن عيون الدولة تلتفت إلى هؤلاء الناس والذين أصبحوا مخيرين اليوم بين الموت بضربة كورونا أو الموت من الجوع. وما من أحد سينظر في جنس الخطر، وفي وباء حجر 2,600,000 بشري في منازلهم على مستوى الأرض، لكن منازل الفقراء مثقوبة، شبابيكهم مشرعة لخطر أشد مرارة. ولن تكون دعوة مجلس الوزراء إلى تقاسم الرغيف اليوم هي الحل لهذه الشريحة التي لا تمتلك ما يمكن قسمته. وبمرور الزمن القاسي تطالعنا قوى الأمن الداخلي بتنظيم أكثر من 500 مخالفة في اليوم الواحد، لكن إذا كانت هذه المحاضر على طريقة ضبط السائق سليم خدوج فإنها تشكل مخالفات إنسانية بحد ذاتها، ووجب حرقها وإضرام النيران فيها كما احترق قلب سليم على سيارته ورزق يومه. شيء من الرحمة في زمن كورونا. فإذا كان رئيس الجمهورية قد طمأننا اليوم إلى كتير أعزاء ممكن نفقدهم على طريقة خطاب بوريس جونسون، ودعوا أحبائكم، فلنساعد من له فرصة في النجاة عبر إجراءات تجلسهم في بيوتهم، لكنها تؤمن لهم في المقابل محضر خير وليس محاضر ضبط. ولن نطلب منكم أن تكونوا على صورة أمريكا التي سيوزع رئيسها دونالد ترامب 1,000 دولار على كل مواطن، لأن ترامب يقدم على رشوته تلك بميزانية صارت تحت سطح الأرض، وباقتصاد مريض ونفط صخري كاذب وحرب أسعار بالذهب الأسود. وقد جاء صهره جاريد كوشنر ليستثمر اليوم في آلام الناس، فيشغل شركة العائلة أوسكار هيلث للتأمين الصحي على خطوط اختبار اللقاح لوباء كورونا.